قبل ما اقفل قصه النادي الاهلي، شايف النادي الاهلي هيتاهل عن المجموعه دي؟ متطمن؟ ان شاء الله يعني، هو لو ان شاء الله باذن الله يروح سان داون يعمل اداء كويس. اتوقع الاهلي يكسب سان داونز في جنوب افريقيا؟ انا عندي احساس يعني هيكسب بكره ثابته، لان هيقفل كويس جدا ويلعب على الكور الثابته وكونتر اتاك. ده من وجهه نظري، لو طلع يقابل من قدام ده هيتغلب. هيتغلب لان سان داون عنده فريق من احسن الفرق، بتلعب الكره من تحت كويس قوي، بتطلع الكره من تحت كويس، وعندهم سرعات، عندهم لعيبه عندها سرعات ولعيبه صغيره، فلا هيبقى هتبقى الامور صعبه قوي عليهم. صح، رايك يا كابتن عبد الله مباراه سان داونز تحديدا اللي كنا بنتكلم فيه بره، لما نادي الاهلي بيتحط تحت ضغط ولو هو فعلا محتاج الماتش ده وعارف ان الماتش ده مش ماتش الهلال، ان ده نقطه صعود او بوابه الصعود، لو انت عايز تكسب هتكسب. انا شايف فرقه سان داونز فرقه كويسه وعندهم لعبه كويسه، انما عندهم مشاكل كتير بالجمله في خط الضغط. صح، فلازم تضغط على الناس دي. الناس دي هم شغالين بسيستم معين، بس هو مشكله انت لما بتضغط هو في ظهرك هيبقى عندك مشكله برضه. انا بص في الاول وفي الاخر حاله مباراه، عبد الله دخل فيك الجون الاولاني يا حبيب قلبي، دي حاله مباراه. نادي الاهلي يوم ماتش سان داونز حتى وهو كسبان مش في حالته، مش نادي الاهلي، حاله مباراه. فانا بقى اكلمك زي ما اتكلمنا بره، هل المباراه دي زي ما اتكلمنا حتى في ماتش الهلال ونادي الاهلي مش ممكن يبقى ماتش الهلال لو انا استنيت؟ مش ممكن ابقى زي الماتش الاولاني؟ ايوه. طب ما انت بتتكلم على حاله مباراه. طيب، هل مثلا اللعيبه انا بكلمك في اليوم ده لما يكون هناك حاله اللعيبه هتبقى كده؟ انا مش هستنى، انت مش ضامن حاله اللعيبه. مش هستنى انا ماتش القطن ولا هستنى ماتش الهلال واقول لسه عندي ماتشين. لا، انت عايز تخلص وعايز تقعد وعايز تريح نفسك من الماتش اللي جاي عشان ترتاح. انما كل ما هتدخل نفسك تحت ضغط الموضوع هيبقى داخل معاك، يعني اقول لك ايه، هيبقى فيه توتر، عدم تركيز. صح. خلال المباراه كمان هتلاقي قراراتك مش في محلها. صح. انما انت عندك فرصه دلوقتي بدل ما استنى بقى عندي فرصه. طيب انت عمال تقول دلوقتي النادي الاهلي لازم يعمل، النادي الاهلي ايوه طبعا لازم يتغلب. لو اتغلب افرض حاله اللعيبه كانت وحشه، لو اتغلب خلاص بره البطوله. طيب، ما تتكلمش. لا، لو اتغلب صدنا مش بره البطوله لسه. لا، بيقول لو اتغلب. لو اتغلب خلاص بنسبه كبيره النادي الاهلي بره، يعني بنسبه كبيره. انت بتتكلم ستة بونت، يعني يبقى ليها حسبه، بس انا اقصد ليها حسبه تانية. ستة بونت. طب افترضنا ان في الاول وفي الاخر صن داونز والهلال خلصوا مع بعض بعد ما صن داونز كسب المباراه، خلصت. وده اللي بيحصل على فكره، يعني دي كلها استباق احداث. المهم بالنسبه لنا دلوقتي انه الاهلي باذن الله ان شاء الله يكسب. لا ان شاء الله النادي الاهلي يعدي.